بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس مصطفى من شركة الحلول الصناعية. النهاردة هنشرح ازاي نعمل باسورد للشاشة وازاي اعمل باسورد ويوزر نيم. اول حاجة نعمل سيموليشن عشان نستعرض الفكرة. اول حاجة اعمل كومبايل، كده اوفلاين سيموليشن. سيموليشن ده الباسورد. المفروض ان انا عندي اختيارين، لما بعمل واحد ما بعملش التاني، فالمفروض ان مثلا لو هعمل باسورد مفيش حاجه تانية مع السهم ده في الصفحه دي. اضغط على الباسورد، الاقي هنا سهم، اضغط عليه ما بيودنيش في اي حته، ومفيش اي حاجه غير انا اقدر احط غير اللي يقول لي اكتب الباسورد بس. اي باسورد هكتبه غلط هيقول لي باسورد ايرور، لغايه ما اكتب الباسورد الصح بتاعي اللي هو يا اما انا عامله هنا يا إما 6 4 أو 6 6. نكتب هنا مثلا 6 4، 1 2 3 4 5 6، وأقول له إنتر. أجي أضغط على نفس السهم اللي كنت واضغط عليه من شوية ما بيخشش في أي حتة، أضغط عليه يوديني للصفحة التانية، صفحة البرنامج بتاعي، وبقى كده أنا عملت باسورد. طب أنا عملت الكلام ده إزاي؟ أول حاجة هخش في باسورد، أخش على الشاشة، أخش على البرنامج الرئيسي بتاعي، أخش على الشاشة، أخش على سكيورتي ليفل، وأحدد عدد الباسورد اللي أنا عايزها، وأكتب الباسورد اللي أنا عايزه. واقول له اوكي، ومن بعد كده اخش على البرنامج بتاعي. الصفحه الاولانيه بعمل فانكشن كي عاديه. تعال نعملها مع بعض تاني. ادي كده فانكشن كي، اقول له يوديني على صفحه الباسورد الجراف، واقول له شكلها، واقول له كنترول سيتنج، مش عايز اي حاجه، مش عايز اي سكيورتي عليها. دوت اول واحد، اول سهم هيوديني صفحه الباسورد. انا ظبط لي بيوديني عندي الباسورد تمام. بعد كده اروح صفحه الباسورد، اعمل فيها برضو فانكشن كي تاني. ده الفانكشن كي بتاعي وديت الحاجات اللي انا بختارها. طب تعالى نمسحه ونعمل واحد مع بعض. اقول له يوديني لصفحه البرنامج اللي انا عايز اخش عليها بعد ما اكتب الباسورد. الجراف بتاعه هديله الشكل ده. كنترول سيتنج، اخش على الكونديشنال انيبل، اختار سكيورتي ليفل خليها بواحد عشان عندي 2 باسورد، 0 1 تمام. خش. طيب ادي السهم بتاعي، نعمل سيمول كومبايل. سيميوليشن ادي الباسورد، نقلني على الصفحة ديت، ما بيودينيش في حتة غير لما اكتب مثلا 6 6 مثلا، 1 2 3 4 5 6، انتر. كده نقلني على البرنامج بتاعي. يبقى انا كده عملت الطريقة الأولانية اللي انا اعمل باسورد للشاشة. الطريقة التانية بقى اللي انا اعمل يوزر نيم، برضو بخش هنا على الشاشة وبقول له هنا يوزر بيرميشن سيتنج. عندي انيبل، اول حاجة بعمل هنا انيبل واكتب الاسم والباسورد واحدد على البرميشن زيرو. خش في يوزر واحد واكتب الاسم التاني اللي انا عايز اكتبه والباسورد واحدد عليهم. طب تمام، انا كده عملت الاسم والباسورد، اقول له اوكي. خش في الشاشة في فريم زيرو، اعمل هنا فانكشن كي عادية تنقلني على صفحة اللوجن ويندوز. تمام، واديلها الجراف اللي انا عايزه. بعد كده بخش على صفحة اللوجن ويندوز، دي صفحة بتاع اللوجن ويندوز. كل حاجة برضه اعمل فانكشن كي عادي، بس المرة دي هخليه بسكيورتي. أول حاجة أقول له روح للبرنامج بتاعي اللي أنا هشغله، وبعد كده أديله الشكل اللي أنا عايزه، وبعد كده أخش على كنترول سيتنج كونديشنال انيبل، ولكن المرة دي هخليها بيرميشن كنترول، وأقول له أوكي. طب هنا، طيب تيجي نعمل سيميليشن. أول حاجة كومبايل، لوجن ويندوز، اختار الاسم اللي انا عايزه والباسورد. لو اخترت مصطفى فالباسورد 6 5، 1 2 3 4 5 6، انتر. لو ضغطت على السهم مش هيوديني في حتة، لازم اعمل لوجن الاول.
قال لي اوبريشن كومبليت، ضغطت على السهم هينقلني على البرنامج بتاعي، يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل بيرميشن كنترول، وان انا ما يخشليش غير لما اكتب لي الاسم والباسورد بس. شكرا.